السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم كل خير. طالعين من طنجة إلى مراكش، ومراكش بعيدة عن طنجة، واللي جدوله قصير أسبوع أو أقل ما أنصح يزور الثلاث مدن مع بعض لأن المسافات طويلة. لكن مراكش لها تاريخ حافل وأمجاد وقصص، فحبيت أني أزورها رغم المسافة. في طريقنا إلى مراكش نتذكر دولة الفقهاء أو دولة المرابطين، ومن العيب أن نجهل دولة المرابطين. هي من أكبر الدول الإسلامية، حكمت 100 سنة، بدأت من 440 هجري. قبل أن نتحدث كيف نشأت دولة المرابطين، نريد أن نتكلم كيف كان حال المسلمين قبلهم. دخل الإسلام في شمال أفريقيا في العهد الأموي، وبعد مرور عدة أجيال عاش المسلمين فترة غفلة انتشر فيها الجهل والمنكرات بصفة كبيرة. قام شخص من أهل المغرب من عوام البربر اسمه يحيى بن إبراهيم الجدالي، ما عنده علم لكن عنده غيرة وحماس دين الله، ويريد تغيير حال المسلمين. لكن التغيير وإيقاظ الناس من الغفلة يحتاج لعلم، فذهب لمدينة القيروان مدينة العلم، يريد عالم وداعية يوقظ الناس. فخرج معه رجل بألف رجل، هو الإمام عبد الله بن ياسين. هذه الشخصية من الشخصيات المجددة بالأمة، يكتب اسمه تاريخه بماء الذهب. ترك طلابه وبيته والعز الذي هو فيه، وذهب لصحراء المغرب داعيا ومعلما، وبدأ يعلم الناس ويعظهم في موريتانيا وشمال السنغال، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن المسلمين كانوا في جهل عظيم، فقوبلت دعوته بالرفض وطرد، بل هدد بالقتل، وهذا أمر معرض له أي داعية. فقبله عليه الصلاة والسلام أوذي وطرد في دعوته. بعد طرده لم يرجع لمدينته القيروان ولأهله وللعز الذي كان فيه، ويقول براء الذمة، ولكن نصب خيمة في السنغال وأرسل رسالة خاصة فيها الشباب لأنهم أساس التغيير في كل مجتمع، وقال من يريد أن يتعلم الإسلام فليلحق بي. فجاءه عدد من الشباب في الخيمة وبدأ يعلمهم دار الأرقم في السنغال، ومن هنا أتى اسم المرابطين، رباط في سبيل الله وفي العلم. وبعد تعليم الشباب أرسلهم ليستقطبوا أقاربهم وأصحابهم، فزاد العدد وأصبح بدل الخيمة خيمتين وثلاث، والعدد تزايد ويقسمهم إلى مجموعات. وبعد 5 سنوات وصل العدد إلى 1000 رجل معلمين تعليم شرعي صحيح ومدربين على الفروسية والقتال. وأخذ 1000 رجل يدعون القرى والقبائل، منهم من يستجيب ومنهم من يرفض ويقاتل، وبانتشار دعوتهم أسلمت شخصية عظيمة. أسلم يحيى بن عمر اللمتوني وهو سيد قبيلة لمتون، ودعا قومه وأسلم منهم 6000 رجل. بعد 11 سنة من دعوة عبد الله بن ياسين الذي طرد ونصب خيمة واحدة في الصحراء، وصل عدد المرابطين أكثر من 10000 رجل. قتل عبد الله بن ياسين في أحد المعارك ضد الوثنيين، والشهادة في سبيل الله هي غاية الصادقين. تولى رئاسة المرابطين بعده أبو بكر بن عمر اللمتوني، وأكمل مسيرة الدعوة والجهاد، فذهب 7000 رجل يدعو في جنوب أفريقيا، وترك 7000 مقاتل، وأناب على رئاسة المرابطين شخصية من أعظم الشخصيات الذي بعضنا لم يسمع به، هو يوسف بن تاشفين من عرق البربر، ليس عربي، لكن الميزان هو التقوى يا مسلمين. أبو بكر يدعو في الجنوب ويوسف يدعو في الشمال، وبعد 15 سنة عاد أبو بكر رئيس دولة المرابطين ورأى ما لم يتوقع. وجد أن يوسف بن تاشفين قد حكم السنغال كاملة وموريتانيا وتونس والجزائر والمغرب، وجيش عدده 100000 مقاتل. وأسس مدينة مراكش اللي في طريقنا لها الآن شوارع وأسواق ووزارات، ولم تكن مراكش موجودة من قبل. فلما رأى أبو بكر بن عمر اللمتوني هذه الإنجازات العظيمة، تنازل عن قيادة المرابطين ليوسف بن تاشفين وقال أنت أجدر مني لقيادة الأمور. تنازل عن هذا الملك العظيم وعن حكم عدة دول للمصلحة العامة، وتفرغ للدعوة في سبيل الله. كم تتوقعون شخص أسلم على يد أبو بكر بن عمر اللمتوني؟ وصل الإسلام إلى 20 دولة من الدول الأفريقية الموجودة الآن، وضم هذه الدول كاملة إلى ملك يوسف بن تاشفين. أصبح يوسف بن تاشفين أعظم قائد مسلم في وقته، عدد جيشه أكثر من 500,000. كان يسمي نفسه أمير المسلمين ويقول أمير المؤمنين هو الخليفة العباسي، وكانت الخلافة العباسية ضعيفة لا تحكم إلا بغداد. حكم المسلمين 45 سنة وقاد معركة الزلاقة وعمره 74 سنة،
وكان له الفضل بعد الله عز وجل في تأجيل سقوط الأندلس 4 قرون. الحديث يطول عن هؤلاء الأبطال، وهذه مفاتيح ونبذة يسيرة، وأنصحكم بالقراءة والاطلاع. لا تكون معرفتنا بالفرق والأندية والأفلام والمسلسلات أكثر من معرفتنا بتاريخنا العظيم. من مراكش المدينة الحمراء عاصمة دولة المرابطين انطلقت الجيوش لنصرة الأندلس، فما هي القصة؟ بعد أن اختلف المسلمين وتفرقوا بالأندلس، هجم الصليبيين على المسلمين وأسقطوا مملكة طليطلة. طليطلة التي استمر فيها الإسلام أكثر من 400 سنة، قتلوا أهلها وأحرقوا كتبها وأبدلوا المساجد بكنائس. بعد أن سقطت طليطلة اجتمعوا ملوك الطوائف وكانوا ضعفاء لا يستطيعون مواجهة الصليبيين بقيادة ألفونسو السادس. اجتمع ملوك الطوائف واستنكروا وعبروا عن بالغ أسفهم عن سقوط طليطلة، ولكن هذا الكلام لا يرد قتيل ولا يبري جريح. قام أحدهم وكان أعقلهم وهو المتوكل بن أفطس وقال: لماذا لا نستعين بيوسف بن تاشفين؟ والملوك الباقين كلهم يعرفون المرابطين، ولكن خائفين أن المرابطين يضمون الأندلس لحكمهم ويذهب ملكهم. رفض بعضهم، ولكن بالنهاية وافقوا مضطرين للاستعانة بالمرابطين. وقال أحد الملوك وهو المعتمد بن عباد: لأن أرعى الجمال في صحراء المغرب خير لي من أرعى الخنازير في أوروبا. استعانوا بيوسف بن تاشفين، ولكن بشرط أنه إذا انتصر يرجع للمغرب ولا يحكم الأندلس، يترك الحكم لهم. تحرك يوسف بن تاشفين للأندلس ومعه فقط 7,000 مقاتل، رغم أن جيشه يزيد عن 500,000 فارس. ولما وصل الأندلس رأى أهل الأندلس المجاهدين وهم من أكثر من 50 سنة لم يخرجوا للقتال ولم يستعدوا له، تاقت نفوسهم وتحركت نخوتهم. خرج مع يوسف بن تاشفين 30,000 مقاتل، 7,000 من المرابطين و23,000 من الأندلس. وقابل 30,000 مع يوسف بن تاشفين الجيش الصليبي المكون من 60,000 في معركة الزلاقة الذي انتصر فيها المسلمين انتصار عظيم. معركة الزلاقة كانت تزلق فيها الخيل بدم 60,000 صليبي، لم يسلم من الصليبيين إلا عدد قليل جدا. كانت الغنائم كبيرة جدا، تركها يوسف بن تاشفين كاملة لأهل الأندلس ورجع للمغرب، لأنه أتى لنصر دين الله ليس للدنيا. بعد أن عاد المرابطون، للأسف تنازع ملوك الطوائف على الغنائم وتقاتلوا فيما بينهم، فذهب علماء وفقهاء الأندلس إلى يوسف بن تاشفين ليقنعوه أن يضم الأندلس إلى دولة المرابطين. فتحرج يوسف بن تاشفين من هذه الخطوة، فأفتاه عدد من علماء المسلمين بوجوب أن يضم الأندلس إلى دولة المرابطين حتى لا تسقط في يد الصليبيين. وفعلا ضم يوسف بن تاشفين دولة الأندلس إلى دولة المرابطين. توفي يوسف بن تاشفين وسقطت دولة المرابطين على يد دولة الموحدين، وللحديث بقية.